هنا توظيف الأرشات مع في الفراغ الداخلي كونتراست كوريدور. دي آخر حاجة في موضوع الأكل. تمام تمام كان برضو نفس الكونسيبت بتاع الأكل. ده مين اللي عامله؟ أنا حسن. حسن ده برضو مهندسة هند عبد السلام. أيوة. ده كان هو في شيء من السريالية على المنعكس على الواقع. يعني هتلاقي الطيور اللي موجودة هنا اللي هي السمك، ممكن تشوف انك انت ممكن تكون تحت المية او دوت ريفلكشن، وان المية حواليك. فهي كانت رؤية يعني فنية بالدرجة الأولى. تمام. ده معي دكتورة مي، اتفضل. طب قولي. طيب هنا كان لسه استخدام الرخام، من الصعب جدا ان احنا نشكل بيه تشكيلات مختلفة، فكان هنا ميكس ما بين ازاي الشنطة للمهندسة المعمارية بس كمان تكون معمولة من الرخام. تمام. ويكون فيها عناصر الزخرفة اللي بتبقى موجودة في الرخام كمباني، اللي هي الواجهات الرخامية. فهو قدر هنا ان هو يوظف كل قطعة من الشنطة بحيث ان هو يحولها زي عمود مثلا، هنا يحولها عمود رخام، يحولها للجزء الزخرف الكنار اللي موجود تحته وفوق. فبدأ ان هو يوظف الشنطة، ان هو يعمل يكسي عليها الرخام بشكل فني كويس. فدي من ضمن المميزات بتاعته، ان هو بس مش بيعمل مجرد صورة على صورة، لا كمان بيقدر يشكل بيها التشكيل حسب الاوبجكت اللي احنا حاطينه. ان شاء الله. تمام. هنا كان هو يعني زي بوليفارد، بس كان التكسية فيه او التغطية فيه مبنية على الفلاورز، يعني لو كان مستوحاة من ورق الزهور مثلا، وهو هي دي تبقى بألوانها بالستركشر بتاعها، تكون هي التغطية اللي موجودة في مكان. هنا طبعا باين الكونتراست ما بين الجزء اليمين المليان ألوان والجزء الشمال الشجر ما فيهوش أوراق خالص، فبيدي بالانس يعني في الطبيعة بشكل عام. يعني هو متجانس معاه في نفس الوقت بيدي بالانس، إن احنا بس ممكن ما نبقاش في الخريف في الشتاء، تلاقي الألوان بتدي إحساس بالربيع أكتر. يعني ايوه. طيب دوت كان برضو من ضمن الحاجات اللي كانت مستوحاه من خلال السيارات، ولكن حطيت ان البيئه تكون ليها علاقه بالجليد شويه. ف وكان الطراز المعماري متغير. الامواج دي كان إعادة إنتاج لوحة فنية لفنان ياباني مشهور كان عملها في أوائل القرن اللي فات. أنت قلت لي عليه ده على طول. أنت صح؟ ده كان واحد يعني كان بيتكلم على الغزو الثقافي الغربي لليابان، فكان عمل العمل الفني دوت. بس المعالجة هنا كان إن بدل ما هي السائل بدل ما هو مية، فأنا خليته إن هو يبقى شمع. فكبعد فلسفي اكتر، الشمع كطبقه من السهل من بعيد انها تبان ان هي خلاص الحضاره الاساسيه اندثرت، ولكن الشمع من السهوله ان هو يزال لو دققنا يعني. تمام. دكتوره مي، يعني في جزء كنت حابة ان انا اضيفه في الجزء بتاع ميد جورني، ان احنا ندخل العمارة الاسلامية تكون موجودة. فده في بدايته خالص، في بداية ميد جورني قبل ما يتعرف على الخط العربي، بعد كده ان هو بدأ يتعرف اكتر. فهنا كان بيحاول يجيب ميكس من الباترن العربي مع الباترن الاسلامي بس بشكل سريالي. احنا حتى كمان ممكن نضيف كلمة سريالي، لان مفيش كيوب طاير بالشكل ده من غير اعمدة. وفي نفس الوقت بدأ ان هو يعني يوظف العناصر، مكعب مستوحاه مثلا من الكعبه، المناره الموجوده ورا، الارضيه، الشخص اللي موجود يعني رمز للشخص. فالعناصر حتى كمان الكومبوزيشن، ان هو احنا بنختار من كذا كومبوزيشن هو بيقدر يطلع لنا، فاحنا بنختار اكتر حاجه تكون بالانسد وبتدي المعنى اللي احنا كنا قاصدينه في البرومت اصلا.